تكلمنا على جزء في أحكام الرجعة، والمقصود بالرجعة هو رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن. يعني واحد طلق مراته أول مرة أو تاني مرة وعايز يرجعها، أدي اسمها الرجعة. إيه الأحكام؟ كيف يرجعها؟ وما هي الأحكام التي تنبني عليها؟ وما هي شروط المرتجع؟ وغير ذلك. يقول: فصل. أحكام الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص، وخرج بطلاق وطئ الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطئ فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجعة. يعني واحد ظاهر من امرأته يحرم أن يقربها حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن عجز إطعام 60 مسكين. طبعا ما بقولش فك رقبة دلوقتي لأنه ما بقاش في رقاب، فهو ممنوع أن يقربها حتى يفعل هذا. لما يفعل هذا العودة إليها لا تسمى رجعة. وكذا المرأة إذا كانت حائض يحرم على الزوج أن يقربها، فلما بتطهر يقربها، عودته إليها لا تسمى رجعة. يبقى الرجعة متعلقة بطلاق، الرجوع إليها بطلاق بعد طلاق إيه؟ غير بائن. غير بائن يعني إيه؟ علشان يخرج الطلقة الثالثة، والطلاق بإيه؟ بعوض اللي هو الخلع، أو بحكم قاضي للضرر. يبقى ما يقول غير بائن، قد يكون بينونة صغرى وهو طلاق بعوض كالخلع، أو طلاق للضرر بحكم القاضي، وإنما ما يستطيعش يرجعها بالرغم إنها تكون طلق. لكن لما تبقى أو تكون الطلقة الثالثة. وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين، يعني طلقة واحدة أو طلقتين، فله بغير إذنها مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. يبقى لازم تكون الرجعة ما لم تنقضي العدة، واضح؟ لكن لو قضت العدة ما يعرفش يرجعها إلا بعقد جديد وزواج جديد ومهر وولي وشهود ومأذون وموال تاني، واضح؟ إنما طول ما هي لسه لم تنقضي عدتها يقدر يرجعها على طول. والرجوع عند الشافعية يكون باللفظ لا بالفعل كما عند الأحناف. والأحناف عندهم مثلا لو واحد طلق امرأته يرجع يعاشرها معاشرة الأزواج، اسمه رجعها بالفعل من غير ما ينطق. وده وجه عند الشافعية، وإن كان ليس عليه المعتمد، لكن الشافعية عندهم الوجه المعتمد لابد أن يراجعها باللفظ، يقول راجعتك باللفظ كده، أو ما تولد منه. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ منها راجعتك وما تصرف منه. والأصح أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه صريحان في الرجعة، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك تبقى كنايتان وليست صريحتان. كناية يعني إيه؟ يعني نسأله على نيتك. أما يقول لها هو عايز يردها، يقول لها إيه؟ تزوجتك. طب ما هي زوجتك، دي طلقة رجعية. لو كان يقصد بالكلمة دي الرجعة يبقى إيه؟ تحصل الرجعة. لكن لما اقول رجعتك ما نحتاجش نية لان اللفظ صريح، يبقى النية ما يبقى يكون اللفظ ملتبس. وشرط المرتجع، احنا واقفين عند الموضع، وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهلية النكاح. طبعا شرط المرتجع انه يكون اهل للنكاح، فما ينفعش يكون مجنون، هيرجع مراته ازاي وهو مجنون؟ يعني طلقها وهو عاقل ثم جن، ما ينفعش يرجعها وهو مجنون. لكن لو هو مجنون وطلقها وهو مجنون برضه لا ينعقد طلاقه، فهمت؟ لكن احنا بنتصور راجل يكون ايه؟ عاقل وكل حاجه، وطلق مراته حال عقله، خلاص طلقت منه، جاله مرض نفسي ولا جنون اصابه بعد شهر من طلاقه، ما يعرفش بقى يرجعها وهو مجنون، استنى اما يبقى يخف، وبعدين تكون انقضت عدتها او ما انقضتش وهو ظروفه بقى.
وتتحمل، هي محسوبة كده كده، الطلقة محسوبة محسوبة. احنا ملناش دعوة، يفرض هو خف بسرعة او هي كانت بتحيض كل 3 4 شهور حيضة، فعدتها 3 حيضات تقعد لها فيها سنة. في ستات كده، ده في ستات تحيض كل 6 شهور مرة، يعني تقعد عدتها سنة ونص. ستات تحيض مرة في السنة، واخد بالك؟ لكن افرض هي لا انقطع حيضها يبقى 3 شهور، واخد بالك؟ او حامل حتى تضع حملها، فممكن تكون حامل لسه في الاول وطلقها، قدامه 9 شهور يتجنن براحته ويتعالج براحته، وبعدين بعد كده يبقى يردها، واخد بالك؟ يعني مسافه يعني. يبقى ايه؟ وشرط المرتجع ان لم يكن محرما. ليه طلع المحرم؟ لان المحرم مش اهل للنكاح لكن اهل للرجعه. المحرم من محظورات الاحرام عقد النكاح لنفسه او لغيره، واضح؟ دي من ضمن محظورات الاحرام. لكن لو كان مطلق مراته وهو محرم طلقها، له ان يردها وهو محرم برضه. لان ليه؟ لان الرد استدامه للنكاح وليس انشاء نكاح، وبالتالي له ان يرد، وله ان يطلق برضه وهو محرم براحته، واخد بالك ازاي؟ يعني الطلاق مش من محظورات الاحرام الطلاق، ولا من محظورات الاحرام الرجعه، لكن من محظورات الاحرام انشاء عقد زواج جديد، سواء لنفسه او لغيره، لا يكون هو ولي لغيره ولا وكيل عن احد ولا زوج لنفسه، واضح؟ وهو محرم. لكن ممكن يبقى شاهد في عقد النكاح، ممكن المحرم يشهد على عقد النكاح. يبقى وشرط المرتجع ان لم يكن محرما اهليه النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعه السكران. السكران المتعدي بسكره، لان احنا السكران المتعدي بسكره بايه؟ بنحمله مسؤوليه اعماله كلها. لو طلى وهو سكران طلقت منه، ولو رداه وهو سكران رجعت له، ولو باع بيته وهو سكران انعقد البيع. ليه؟ لانه متعدي بسكره. انما غير المتعدي بسكره يعني ايه؟ يعني شرب عصير على انه عصير، طلع خمره فسكر، ما كانش يعرف انها خمر، يبقى ده لو طلق في الحاله دي ما ينعقدش طلاق، لانه غير متعدي بسكر، واخد بالك؟ ولا ينعقد اي عقد. يبقى وحينئذ فتصح رجعه السكران، يعني المتعدي بسكر، لا رجعه المرتد. هو طلقها من هنا وكفر والعياذ بالله، ارتد عن ملة المسلمين، فما ينفعش بقى يردها وهو مرتد، لان هي لا تصلح له زوجة اصلا وهو مرتد. ولا رجعة الصبي. الصبي ممكن ايه؟ يزوجه وليه ابوه بولاية الاجبار، صحيح قانون الوقت يمنع هذا، لكن قبل القوانين اللي كانت تمنع دي كان يجوز شرعا، مفيش مشكله شرعيه، دلوقتي بقت في مشكله قانونيه، مالناش دعوه بالقانونيه، احنا دلوقتي بنتعلم الاول احكام الشرع، وبعدين ياتي القانون بعد كده يقيد ما شاء. فالصبي ما ينفعش رجعته، ولا ينفع طلاق برضه، واضح؟ فافرض ان الولي اللي هو ابو الصبي طلق زوجة ابنه، له أن يرجع هو نفسه برضه، لكن الصبي لا طلاقه ينعقد ولا رجعته تنعقد. فهمتني ازاي؟ ولا رجعة الصبي. والمجنون برضه، المجنون ما ينفعش، لأن كل منهم ليس أهلا للنكاح بنفسه، بخلاف مين؟ السفيه. السفيه والعبد. السفيه اللي هو لا يحسن التصرف في الأموال وفي الأمور، لكنه مش مجنون، بس السفيه ما عندوش حكمه، او ده ينعقد نكاحه لنفسه ويصح طلاقه لنفسه ويصح ايضا رجعته، لان السفيه غير المجنون، بخلاف السفيه. وكذلك العبد رجعته صحيحه من غير اذن الولي في السفيه والسيد في العبد، واضح؟ وان كان النكاح بالنسبة للعبد لابد من إذن سيده، لكن الرجعة ما يشترطش فيها إذن السيد.
وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد، ده في السفيه. فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد. طب افرض هو ما رجعهاش حتى انقضت عدتها، ممكن يتجوزها تاني بس بعقد جديد. واضح؟ حل له نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ايه؟ على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره ام لا. يعني واحد طلق مراته الطلقه الاولانيه وما ردهاش وانقضت عدتها، كويس، وتزوجت راجل تاني وبعدين الراجل التاني طلقها وانقضت عدتها، أم الزوج الأولاني خالص راجع اتجوزها تاني، ترجع له بس محسوبة الطلقة الأولانية. فهمت ازاي؟ محسوبة الطلقة الأولانية، أو إذا كان مطلقها مرتين محسوبة الأول المرتين، بحيث لو طلقها تاني وكان مطلقها مرتين قبل كده لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجها. بخلاف لو كان مطلقها ثلاثة، كويس، استهلك عدد الطلقات وانقضت عدتها وتزوجت رجل اخر ثم طلقها الاخر، لما يجي يتجوزها الاولاني يتجوزها بطلقات ثلاثه جديده. فهمتني بقى ازاي؟ لانه استهلك ايه ما سبق، يبقى كانه يقول لك العداد قلب، يعني كان مشايخنا يقول لك العداد قلب خلاص، واخد بالك؟ لكن ما يقلبش العداد طول ما في لسه باقي عليه عدد طلقات معين. فهنا بيقول ايه؟ انقضت عدتها، فإن انقضت عدتها أي الرجعية حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. فإن طلقها زوجها ثلاثا، إن كان حرا طبعا، والعبد ملوش إلا طلقتين أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده، ما تفرقش بقى عدد الطلقات محسوبة، بس هي الفكرة ان قبل الدخول ملهاش عد، بعد الدخول ليها عد، ادي الفرق، لكن محسوبة. يبقى قبل الدخول او بعده لم تحل له الا بعد وجود خمس شرائط، لو طلقها بالطلقة الثالثة يعني لا تحل له الا بعد ايه؟ خمس شرائط، احدها انقضاء عدتها منه اي المطلق، والثاني تزوجها بغيره، انها تتجوز راجل ثاني تزويجا صحيحا، والثالث دخوله أي الغير الزوج الجديد ده لازم يدخل بها، وإصابتها، إصابتها يعني إيه؟ يعني يجمعها بأن يولش حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبره، بشرط الانتشار في الذكر يعني الانتصاب، وكون المولوج المولج ممن يمكن جماعه، ما يبقاش طفل يعني. والرابع بينونتها منه اي الغير، الشرط اللي بعد كده ان الغير ده بعد الدخول يطلقها، وبعدين انقضاء عدتها منه، بعد كده بقى ممكن يتجوزها. كده ايه؟ خلصنا احكام الرجعه. نشوف كلام الشيخ البيجوري في الجزء اللي قرأناه النهارده. شيخ البيجور بيعلق على الكلام هنا، بيقول: وشرط المرتجع أي الذي هو أحد الأركان الثلاثة، ما احنا قلنا إيه الرجعة أركانها ثلاثة، مرتجع اللي هو المطلق الزوج، وإيه هو محل اللي هي الزوجة، وصيغة اللي هو اللفظ، كويس. فهنا بيقول: وشرط المرتجع أي الذي هو أحد الأركان الثلاثة إن لم يكن محرما، إنما قال ذلك لأن المحرم تصح رجعته مع أنه ليس أهلا للنكاح بنفسه، لأن الإحرام عارض لا يمنع صحة الرجعة وإن منع أهلية النكاح، ولو قال وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه إلا المحرم لكان أوضح. وقول أهلية النكاح بنفسه أي بحيث لو عقد النكاح بنفسه لصح، وإن توقف على إذن غيره كما سيذكره الشارع في حالة الولي للسفيه والسيد للعبد. وحينئذ أي وحينئذ شرط فيه آلية النكاح بنفسه فتصح رجعة السكران أي المتعدي،
لأنه المراد عند الإطلاق، وهو أهل للنكاح بنفسه فتصح رجعته. وقول لا رجعة المرتد أي فلا تصح رجعته، لأنه ليس أهلا للنكاح بنفسه، إذ لا يصح نكاح المرتد. ولا رجعة الصبي أي فلا تصح رجعته. واستشكل لأن الصبي لا يصح طلاقه، وما صورة طلاقه حتى يقال لا تصح رجعته؟ وأجيب بأن صورة طلاقه أن يرفع إلى الحاكم، أن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاق. عند المالكية الصبي طلاقه يقع، عند الشافعية في مذهبهم الصبي طلاقه لا يقع. كويس؟ فإمتى يصح طلاق الصبي؟ عند إن لو 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 رفعها عند القاضي، والقاضي كان ملكي، فالقاضي يحكم بحس بإيه؟ بوقوع طلاق. كويس؟ أن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاقي. ومن هنا صور، ومن هنا صور بعضهم المسألة الملفقة. ركز معايا في المسألة الملفقة دي عشان تفهمها تقوم تحذرها، ما تعملش بيها لأنها غلط بطلة. بس يعني هي إيه؟ يبدو أنها كان معمول بيها زمان من باب إيه؟ الحيل الفقهية في عصر الشيخ البيجوري، فذكرها علشان يحذر ألا تعمل به. دلوقتي ما بتعملش بيه، لكن انت مجرد نقراها لك عشان تفهم بس ايه التطورات في حيل الفقهاء في الازمان اللي فيها بعض فساد الطبائع، يعني فازاي يعني يتحايل على الفقه بطريقة مع فساد الطبع، يوم ايه يفعل شيء لا يجيزه الشرع وصورته جائزة وهو لا يجيز الشرع في الحقيقة. فهمت؟ ده اسمها حيلة. ومن هنا صور بعضهم المسألة الملفقة بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير، واحد طلع مراته ثلاث مرات وعايز يتجوزها تاني، وفي نفس الوقت مش عايز يتجوزها راجل غيره وإيه ويدخل بيها، يعني حمش يعني. طب ما انت كنت طلقتها ليه ثلاثة؟ ما انت اللي جبته لنفسك. نفترض ان في هذه النوعية من ايه من النفوس المعوجة يعني، فيقوم يعمل ايه؟ يروح مجوزها لطفل، يزوجها لطفل ويدي للطفل مثلا ايه مصاصة وكيس شيبسي وعشرة جنيه، الواد يفرح. واخد بالك ازاي؟ طبعا الصورة دي صورة باطلة يعني، لكنها يعني بتصح على وجوه ضعيفة في كل مذهب، فيجيب لك وجه ضعيف من مذهب على وجه ضعيف تاني من مذهب على وجه ضعيف من مذهب تالت، ويروح ملفق لك مسألة. فهمت؟ الطريقة دي طبعا ما يصح. فيقول ايه؟ بأن تزوج المطلقة ثلاثا للصغير لدى حاكم شافعي. الحاكم الشافعي يحكم بصحة زواج الطفل بولاية الإجبار، يعني يجيب أبوه وأبوه هو اللي يجوزه. كويس؟ قدام قاضي شافعي. ويحكم بصحة النكاح، ثم بعد دخوله بها يطلق عنه وليه لمصلحة، ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك. قاعد بيلف على القضاء، يعمل الجواز عند شافعي والطلاق عند مالكي، عشان الشافعي يجوز له الطلاق مش هيجوز له إيه؟ يجوز له الزواج مش هيجوز له الطلاق، والمالكي هيجوز له الطلاق وما يجوزلوش الجواز أصلا، ما عندوش ولاية إجبار. فهمت؟ شغل بقى لوع يعني. ويحكم الحاكم المالكي أو الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة بوطئه. أصل أيام الشيخ البيجوري كان في قاضي شافعي وقاضي مالكي وقاضي حنفي وقاضي حنبلي، وأنت ما ترفع قضية بتختار القاضي اللي يعجبك، من حقك كده. أنا راجل شافعي أروح برافع قضيتي عند القاضي الشافعي، أنا راجل حنفي أفتح عند، كان أيامه كده نظام القضاء المعمول بيه كده أيامه، فكانوا بيتلاعبوا بقى. واخد بالك ازاي؟ ويحكم الحاكم المالكي او الحنبلي بصحة ذلك وبعدم وجوب العدة كمان. المالكي هيقول لك ده ما فيش عدة لان الصبي غير قادر على الجماع. عدة ايه بقى؟ ما هي مش هتحمل. فهمتني ازاي؟ فالقاضي المالكي يقول لك خلاص وقع الطلاق، خلاص طلقت،
ولكن مالكيش عد. واضح؟ وبعدم وجوب العدة بوطئه. بوطئ ليه؟ لأنه صبي لسه لم يحتلم، يبقى الرحم بريء ما فيهوش حاجة، لأن العدة لا تنف منها براءة الرحم. وحكمه بذلك صحيح، حكم القاضي المالكي والحنبلي على مذهبهم صحيح، كلامهم صحيح. وإن علم أنه يترتب عليه ما لا يجوز عنده وهو التحليل، ولو عالم إن كلامه ده ممكن ياخده واحد تاني شافعي مسوغ ليه إنه يرجع يتجوزها بعد ما كان طلقها ثلاث مرات، اتجوزت إيه ودخل بيها واتطلقت، عايزين إيه تاني؟ فهمت بقى إزاي؟ أدي الحكمة. وبعدين ده ممكن يطلقها النهارده يتجوزها الصبح، ما هو مالوش عدة. فهمت؟ شغل الأوعي يعني. مش بقول لك ان الناس كانت تعمل كده، لا ده القضاة كانوا بيخافوا من تلاعب الناس على القضاة، يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويلفق المسألة ويروح متجوز مراته، يجوزها الواد الصبي الصبح ويخليه يطلعها بالليل، ثاني يوم يكون بيتجوزها وهو مطلعها ثلاث مرات أول امبارح. فهمتني بقى ازاي؟ هو عايز ايه؟ يوصل الصورة دي صورة بطلة ما تنفعش. ويحكم بصحة النكاح الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو القاضي الشافعي، لحلها بوطئ الصبي هكذا. قال المحشي: لكن الذي اعتمده الأشياخ نقلا عن مشايخهم كالشيخ الطوخي والشيخ البشبيشي والشيخ الحفني أن الملفقة باطلة ولا يجوز العمل بها. يعني الصورة دي باطلة ولا يجوز العمل بها، لأنه يشترط لصحة تزويج الصبي المصلحة. أول حاجة لما قالوا ان الصبي ممكن يتزوج بولاية الاجبار من الاب، لابد ان تتوفر المصلحة، مصلحة الصبي، واخد بالك؟ وان يكون المزوج له كمان ابا او جدا، وابوه وجده دول لابد ان يكونوا اهل عدالة، اهل ديانة، محترمين، ناس بتفكر، عاقلين. كل الشروط دي عشان يصححوا صواب الصبي لابد يبقى ايه بولاية اجبار، وولاية الاجبار لا تكون الا للاب وان علا، الاب وابو الاب، واخد بالك؟ يعني ما تنفعش اخوك كبير ولا عمه الشقيق، لازم اب او جد، واضح؟ ولازم كمان في الاب والجد ده يشترط فيهم العدالة، يعني لو مدخن ما ينفعش، ده مش عدل. فهمتني ازاي؟ يبقى لازم العدالة. يعني ايه؟ يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يفعل ايه مخل المروءة، يعني ما يمصش قصب في الشارع ويمشي تف، ولا يمشي ازاز لب، ولا يمشي بالبانة، كل دي خوارم المروءة، مع ان مص القصب حلال كده برضو، وازازة اللب حرام، مش حرام بس ما يلقش، اما يبقى راجل امام مسجد وحافظ قرآن ولا استاذ في الجامعة ماشي كده ازاز لب ويعمل كده في الشارع، ايه ده؟ ايه الطريقة دي؟ ما يصح صح؟ او يمشي مثلا ايه يمص قصب في ايه في الشارع، او يقف على الناصيه ماسك ميداليه بيعمل بيها كده، واخد بالك ازاي؟ دي تصرفات جائزه لكنها ما يليقش من واحد يكون ايه من اهل العداله. يبقى العدل اللي هو ايه؟ ما يعملش الحرام اصلا، ولا يعني ما يحملش الكبيره، وما يصرش على الصغيره، ولا يرتكب خوارم المروءه وهي من المباحات التي لا تليق به، شيء مباح بس لا يليق به، يخرج بالشرط، لا بالشرط كده يخرج، يعني ينفع الكلام ده؟ راجل امام مسجد يمشي بشرط؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش. وادي اسمها خوارم المروءة. كان ايامهم كمان يقول لك اللي يمشي بس معري شعره دي تعتبر خوارم المروءة، لانه كان زمان لازم يا اما متطربش يا ابو عمه، يا طربوش يا عمه، مفيش غير كده، مفيش حاجه اسمها راجل ماشي كده شعره باين، واضح؟ يبقى بيشترطوا في الزواج الصبي ايه؟ ان يكون الولي بتاعه اب او جد، وان يكون فيها مصلحة ظاهرة لهذا الصبي في هذا الزواج، واضح؟ ومش كده وبس، وان يكون الاب والجد دول اهل عدالة. وعرفت العدالة يعني ايه؟ يعني شروط قاسية، الوقت لو تدور عليها ما تلاقيهاش، نادرة،
طيب، وأن يكون المزوج للمرأة كمان وليها، ويبقى ولي المرأة عدل كمان. فلو وفرت الشروط دي كلها مش هتلاقي امرأة تتجوز صبي أصلا. فهمت إزاي؟ وليها هيمنحها، وليها العدل يقول إيه المسخرة دي؟ أجوز بنتي دي أجوزها العيل؟ امشي يا ولد اجري، صح ولا لا؟ فيبقى لازم كمان يبقى المرأة تتزوج بولي، والولي ده ولي المرأة يكون عدل زي ما أبو الصبي يبقى عدل، يعني أهل ديانة. وبحضرة كمان مين؟ عدلين شهود، اتنين كمان شهود علماء مشايخ أو ناس إيه محترمة تخاف ربنا. الشروط دي كلها ما تعرفش توفرها في المسألة الملفقة. واضح؟ فمتى اختل شرط من ذلك لم يصح النكاح. أول حاجة ولا مصلحة للصبي في هذه المسألة، بل فيه مفسدة، أي مفسدة؟ وأقل ذلك تطلعه للنساء، لأن صبي صغير هتجوزه امرأة تتعرى عليه، يبقى أنت فتحت عين الودن على حاجات ما يصحش في سنه ده يعرفها، فدي مفسدة في حد ذاتها. هيطلع الواد ده متجرئ وبجح وقليل الأدب باللغة بتاعتنا كده. ففين المصلحة بقى ان انا اجوز صبي امرأة دلوقتي؟ فهمتني ازاي؟ فما ينفعش، يبقى فيش مصلحة. ولا يقاوم هذه المفسدة ما يجعل للصبي من دراهم تعطى له كما يتحيل بذلك بعضهم. قال لك ما المصلحة ما انا هدي له فلوس، يقول لك لا ايه الفلوس ايه دي، هيصرفها ويتبقى سوء الخلق اللي هو يتربى عليه. فهمت ازاي؟ فالفلوس دي مش هي دي اللي تمنع المفسدة. واضح؟ ويزعم أنها مصلحة للصبي، وليس كما زعم، لأن المصلحة أن يحتاج الصبي للنكاح لكون المرأة تصلح حاله على أن هذه الدراهم. زمان كانوا بيزوجوا الصبي لامرأة، افرض المرأة دي مثلا امرأة وحيدة تزوجت قبل كده واتطلقت عشان ما بتخلفش، واخد بالك، وما فيش حد ناوي يتجوزها عشان ما بتخلفش، وهي سنها كمان سن كبير، والراجل ده عنده ابن، الراجل ده راجل عنده 80 سنة، اتجوز وعنده 80 سنة، خلف عيل عنده 6 سنين، خايف يموت الواد ده يضيع ما يلاقيش حد يغسل له هدومه ويربيه ويوديه المدرسة ويجيبه، وفي نفس الوقت الواد ده هيورث ارث كويس برضه، يبقى مغري للست دي انها تتجوز الواد ده. فهمتني ازاي؟ يقوم يروح مزوج ابنه ده ويكون راجل عدل لهذه المرأة عشان تصلح شأنه، توديه المدرسة وتجيبه من المدرسة، واخد بالك، وتربيه وتعمله، خدت بالك ازاي؟ ويبقى في علاقة شرعية ما تجبرها تغريها انها تتجوزه، انه هينفق عليها، لان هي كانت عايشة لوحدها ومش لاقي حد ينفق عليها. فهمتني ازاي؟ فكان في بعض الصور احيانا بتجد صورة ان ممكن امرأة توافق انها تتجوز عيل وتشيله كده وتطبطب عليه وتغير له ويبقى جوزها، واخد بالك ازاي؟ من اجل مصلحة هذا الصبي، لانه ملوش حد يقوم برعايته ولا يربيه لحد ما يكبر ويبقى راجل كويس محترم في البيت. فهمتني ازاي؟ لكن هذه المصلحه مش موجوده هنا، لان ده انت بتجوزه وتدي له قرشين عشان يطلق بكره، ايه المصلحه بقى؟ فهمتني ازاي؟ لكون المراه تصلح حاله على ان هذه الدراهم تافهه في الغالب، مع ان المحقق او الغالب ان الذين يزوجون اولادهم لا لإرادة ذلك، إنما هم السفلة المواظبون على ترك الصلوات وارتكاب المحرمات. وكثيرا ما يقع أن المزوج للمرأة غير وليه بأن توكل رجلا أجنبيا في نكاحها، وهذا غير صحيح عندنا، يعني عند الشافعية. وبالجملة فلا يجوز الإفتاء بهذه المسألة كما قاله الأستاذ الحفني. الكلام ده كان ممكن يلعبوا في المسألة الملفقة دي في عصر الشيخ البيجوري لوجود إيه؟ القضاء المذهبيين، فكان ممكن يلعب عن طريق محامي، محامي فاهم الجدع ده، روح انت الاول عند القاضي ده يحكم لك بيها، يعني روح عند القاضي ده يحكم لك بده، والمحامي ياخد له قرشين ويصطاد في الميه العكره. ما انا بقول لك، ما هو برضه بيقول لك بلاش الطريق التلفيق ده. لكن لا يجوز الطلاق الصبي، واخد بالك، عندنا يقوم ياخد برأي التاني، اسمها تلفيق.
قاله الأستاذ الحفني، فإنه قد ألف رسالة في بطلانها. الأستاذ الحفني ده ألف رسالة في بطلان المسألة الملفقة والتشنيع على من أفتى بها، وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول لإسقاط التحليل، فإن قلتم يجوز ذلك للزوج باطنا، وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول اللي هو عقدها على الطفل ده على إنه متفق معاه إنه يطلعها بكرة، قال لك ما هو كده برضه العقد ممكن تقول عليه باطل لأنه عقد مؤقت، يقول لك لا يجوز الإفتاء ببطلان هذا العقد. ليه؟ لأنه لم ينص على التأقيت في الإيه؟ في العقد، ده هما متفقين من بره وإحنا مالناش دعوة بالباطل، فما ينفعش تقول كمان المسألة دي فاسدة عشان العقد الأول باطل، لا العقد الأول صحيح. فهمتني إزاي؟ مع وجود الاتفاق طالما لم ينص على هذا الاتفاق إيه؟ داخل في صلب العقد. وكذلك لا يجوز الإفتاء ببطلان العقد الأول لإسقاط التحليل، فإن قلتم يجوز ذلك للزوج باطنا قلنا جوازه للزوج باطنا محله في الزوج العدل، وأين هو الآن؟ بيدور عليه الإمام البيجوري، فإحنا هنروح فين؟ هنروح إحنا فين بقى؟ إحنا لحد دلوقتي بندور عليه من أيام الإمام البيجوري. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكي الصغير. كانوا زمان برضو يعملوا إيه؟ تلفئة تانية، طلق مراته الطلقة التالتة، كان أيامهم عندهم عبيد في البيت، عندهم عبيد، يقوم يروح مجوزها لواد عبد عنده صغير من عبيده، فهمتني ازاي؟ وبعد ما يزوجها ليه يروح يهب العبد ده ليها فتعتقه، فإذا اعتقته انحلت ايه؟ رابطة الزواج بينهم. خدت بالك؟ كل ده تلاعب يعني في المسألة. برضو قالك ما ينفعش نعمل كده، ما يصحش. وليحذر أيضا مما يقع من بعض الناس من إنكاحها مملوكي الصغير ثم بعد وطئ لها يملكها إياه لينفسخ النكاح، لأن ما ينفعش تبقى متزوجة زوج عبد هي تملكه. واضح؟ أي صورة لينفسخ النكاح، أي صورة يعني صورة النكاح، أو لو قيل بصحته، وإلا فهو لا يصح عندنا لأن السيد ليس له إجبار عبده على النكاح فلا يزوجه إلا بعد بلوغه. يعني السيد مالوش ولاية إجبار على الرقيق اللي عنده الصغير، هو ليه ولاية إجبار على ابنه مش على الرقيق اللي عنده، فدي نقطة تانية مهمة، خدت بالك؟ فلا يزوجه إلا بعد بلوغي ورضا به. نعم مسألة العبد تصح عند مين؟ عند الحنفية، فهمت؟ فلتراجع عندهم. كل دي التلفيقات دي كلها الفقهاء حذروا منها مخافة انك انت تتلاعب بالدين. قول والمجنون، اي الذي طرا عليه الجنون بعد الطلاق، وإلا فالمجنون لا يصح طلاقه كما مر، لازم يكون طرأ بعد الطلاق، لأنه لو كان مجنون قبل الطلاق طلاقه مش هيقع أصلا. واضح؟ ومثل المجنون مين؟ المغمى عليه والنائم والمعتوه والمبرسم ونحو ذلك. طلقه وهو يقظ وهو نايم بيتكلم وهو نايم، قال له رجعت، تنفعش رجعت النايم ولا المغمى عليه، فهمت؟ ونحو ذلك. ولولي من جن وقد وقع عليه الطلاق رجعة حيث يزوجه بأن احتاج إليه كما مر، ولولي من جن وقد وقع عليه الطلاق رجعة حيث يزوجه بأن احتاج إليه كما مر. ولي المجنون له أن يزوجه وله أن يطلق عنه وله أن يرجعها، فهمتني إزاي؟ زي ما مر. ولأن كلا منهم أي من المرتد والصبي والمجنون، وفي بعض النسخ لأن كلا منهما أي من الصبي والمجنون ليس أهلا للنكاح بنفسه، أي بحيث لو عقد النكاح بنفسه لا يصح، فليس في آلية النكاح بنفسه، بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة أي لأنهما أهل للنكاح بنفسهما لكن بإذن الولي والسيد. وقول من غير إذن الولي والسيد أي في الرجعة، فلا تتوقف على إذنهما لأنها استدامة للنكاح فيغتفر فيها عدم الإذن.
وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد، أي والحال أنه توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي في سورة السفيه والسيد في سورة العبد. والحاصل أن ابتداء نكاحهما يتوقف على إذن مالك أمرهما، وأما رجعتهما فلا تتوقف عليه كما مر. فإن انقضت عدتها، أي بوضع حمل أو أقراء أو أشهر، لأن العدة بتنقضي بثلاث حاجات: إذا كانت حامل بوضع الحمل، إذا كانت من أولي الأقراء بثلاثة أطهار عند الشافعية أو ثلاثة حيضات عند الأحناف، واضح؟ أو ثلاث أشهر للاتي يئسن من المحيض أو اللائي لم يحض، هي دي العدة. وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع حمل إذا أنكره الزوج إن أمكن، وإن خالفت عادته، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. أقف المرأة لصدقها، تقول أنا انقضت عدتي بعد قد إيه؟ بعد 45 يوم تقول انقضت عدتي. 45 يوم؟ تقول آه، أقل الطهر بتاعي 15 يوم أقصى الطهر، وأنا الحيض بتاعي نقطة دم بشوفها في يوم وليلة وخلاص، وأنا كده ما ملهاش بقى إيه نروح نكشف عليها ونصدقهاش، لا نصدقها. فالمرأة مؤتمنة على إيه؟ على حيضتها. ما يجيش بقى الزوج يقول لا دي كدابة، ده أنا وأنا متجوزها كانت بتجيلها الحيض كل شهرين، فإزاي في شهر ونص انقضت عدتها؟ ده حيضها المعتاد بتاعها كل شهرين، دي كدابة. ما نصدقش الزوج، لأن عادة المرأة قد تتغير. عادة المرأة إيه؟ قد تتغير. يبقى المرأة مؤتمنة على إيه؟ ولا يكتمن ما في أرحامهن، ربنا قايل كده. بإيه اللي في أرحامهم؟ الدورة الشهرية اللي هي الأقراء والحمل. فما ينفعش تبقى حامل وتقول أنا مش حامل، ولا يجي لها الحيض وتنقضي وتقول أنا جالي أو ما جاليش وتفتأت على الله، حرام. فهي مؤتمنة على هذا، واضح؟ فإن حدث مشاكل أمام القضاء، الزوج بيشتكي ولا ده ما انقضتش عدتها، ده هي عايزه تخلي عدتها انقضت بسرعه علشان تبين مني، تقوم تتجوز بعقد جديد ومهر جديد وتاخد فلوسي وانا عايز اردها، وحصل خلاف راح للقاضي، يوم القاضي يخلي ايه المراه تحلف، فان حلفت يصدقها، واضح؟ لان اصلا القول قولها في عدتها. وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع حمل. افرض ان هي حامل في شهرها الثاني وطلعها، تيجي بعد ايه شهر واحد تقول انا انقضت عدتي، انا سقطت. يعني ايه؟ ما كملتش حملها، يعني نزل لبطنها في صورة شوية دم، واحنا هندخل معاها الحمام؟ نملنا، فهمتني ازاي؟ يقوم يصدقها القاضي لو حلف، واضح؟ يبقى القاضي، لان مش شرط تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل انها تولد، يعني قد تنقضي بالاجهاض، انها يحصل لها اجهاض ويبقى انقضى حملها برضه. خد بالك من الحاجات دي علشان ايه؟ تبقى عندك ايه اللمسة الفقهية لفهم الاحكام. وهي تحلف وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الاشهر من اقراء او وضع حمل إذا أنكره الزوج إن أمكن، وإن خالفت عادتها، ولو خالفت عادتها، لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. أما في انقضائها بالأشهر فلا تصدق بقى، الأشهر دي ثلاث شهور، دي من نتيجة نعرف طلقتها يوم إيه والنهاردة يوم إيه ونحسب ثلاث شهور، سهلة. ففي الثلاث شهور دي سهلة. أما في انقضائها بالأشهر فلا تصدق إلا ببينة، وخرج بقولنا إن أمكن ما إذا لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه، بل ينبغي في الصغيرة تصديقه بلا يمين. قول حل له نكاحها، أي أريد بنكاحها العقد، كما قوله كان بعقد كما في قوله بعقد جديد، كويس؟ إيضاحا، وتكون الباء للتصوير، بعقد جديد
الباء دي باء للتصريف، أي بصورة عقد جديد. واضح؟ وإن أريد به وطؤها كان للتقييد، لأن المعنى حينئذ حل له وطؤها بعقد جديد. يعني إن أريد بكلمة نكاح هو الوطأ، يعني وطأها بعقد جديد، وإن أريد بنكاحها العقد يبقى عقد جديد، لأن النكاح مشترك في العقد وفي الوطأ. لفظ النكاح مشترك في العقد وفي إيه؟ وفي عند الأحناف عندهم قال لك ده هو النكاح حقيقة في الوطأ، مجاز في العقد. فهمت الأحناف؟ عشان كده قالوا إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، المزنية الأب لا يجوز أن يتزوج بها الابن، لأنها تعتبر منكوحة للأب، لأن النكاح عندهم هو الوطأ سواء بعقد أو بغير عقد. يبقى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لو رجل زنى بامرأة لا يصح لابنه أن يتزوجها، كأنه أبوه اتجوزها. فهمت؟ إذا بأن ده زنا، ده مش زواج. يقول لك أه برضه ما ينفعش، الأحناف رأيهم كده، وكذا مين؟ الملكية في المسألة دي، والشافعية على خلاف ذلك. وأنا في المسألة دي برغم إني شافعي مع الملكية والأحناف. خلاص؟ من باب الاحتياط. وقول حل لا نكاحها بعقد جديد لا بالرجعة لبينونتها حينئذ. كويس؟ وتكون أي الزوجة معه، أي مع الزوج، على ما بقي من الطلاق من عدده، فإن كان طلقها طلقة واحدة عادت بطلقتين، وإن كان طلقها طلقتين عادت له بطلقة، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا، أي أم لم تتصل بزوج غيره، لأن الزوج الآخر لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده، لأن عودها غير متوقف عليه، فوجوده وعدمه سواء. أدي العلة، ليه ما بنحسبش؟ يقول لك لأن رجوعها للزوج الأول مش متوقف على زواجها بهذا الرجل. طالما مش متوقف عليه يبقى وجوده وعدمه سواء، يبقى ايه؟ عدد الطلقات تفضل زي ما هي. فهمت طريقة تفكير الفقهاء في المسألة؟ انما لما يتوقف عودها اليه بوجوده يبقى تعود اليه ايه؟ بطلقات جديدة الثلاثة من اول وجديد، بخلاف ما اذا كان اتصالها بالزوج الاخر بعد استيفاء عدد الطلاق فانه يهدمه وتعود له بما يملكه من الطلاق الزوجة الجديدة. فإن طلقها زوجها، أي نجز طلاقها بنفسه أو بوكيله أو علقه بصفة ووجدت تلك الصفة ثلاثا، أي معا أو مرتبا، يعني إما ثلاثا في مجلس واحد، تقع عندنا الشافعية كده، قال لها روحي أنت طلقة ثلاثة، وقعت ثلاثة خلاص، أو مرتبا، قال لها أنت طالق. كويس؟ وبعدين ايه؟ قال انت طالق مرة تانية، لا يقصد ايه؟ لا يقصد التأكيد الاولى، بل يقصد جديدة. وقال لا انت طالق، ويقصد التجديد. يا اما يقولها دفعة واحدة، يا اما يقولها مرتبة. فهمتني ازاي؟ ولو في اكثر منها كسبعين او تسعين، قال لا انت طالق سبعين مرة، انت طالق تسعين مرة، يبقى بنت منه بالثلاثة والباقي لغو. واخد بالك؟ وتقدم انه لا يحرم جمع الطلقات الثلاث، والقول بحرمته ضعيف، وده اللي ماشي عليه ايه؟ بعض المذاهب، بل بعدم وقوعه الا مره كمان. دلوقتي في دار الافتاء عندنا بيفتوا بالراي ده وهو ضعيف. ليه؟ علشان ما يطلقوش الستات كتير يعني. يعني بيعتبر ان الطلقه ثلاثا في مجلس واحد تأكيد وليس تكرير. وده الرأي ده ضعيف جدا في الفقه الإسلامي، بس اضطروا ياخدوه لعموم البلوى، خدت بالك؟ وكذا الثنتان في حق الرقيق اللي هي طلقتين. قوله إن كان حرا تقييد لقوله ثلاثا، وقوله إن كان عبدا تقييد لقوله أو طلقتين، ومثله المبعض، وقوله قبل الدخول أو بعده سواء كان نكاح أو أنكح. تمام؟ قوله لم تحل له، يعني طلقها طلقتين على نكاح واحد، يعني طلقتين في دفعة واحدة، أو طلقها واتجوزها لنكاح تاني، وبعدين طلقها وتزوجها، أدي أنكحها إيه؟ وبعدين طلقها تاني،
يبقى إما طلق على أنكحة أو طلق على نكاح واحد، واضح؟ كل ده ماشي. لم تحل له ولو بملك اليمين كمان. خد بالك إنه لو طلق امرأته والمرأة زوجته دي كانت أمة فراح مطلقها ثلاث مرات وراح اشتراها من سيدها فبقت أمة عنده، لا يحل له أن يستفرشها لأنها تحرم عليه، لكن يحل أن هو يملكها لكن للخدمة وليس للفراش. فهمتني؟ لأن هي حرمت عليه كزوجة، تحرم عليه كإيه؟ كملك يمين. واضح؟ فهمت المسألة دي؟ نقطة مهمة. لم تحل له أي ولو بملك اليمين، فلو كانت زوجته آمة وطلقها ثلاثة ثم اشتراها قبل التحليل، يعني قبل أن تتزوج غيره ويطلقها، لم يحل له وطؤها بملك اليمين لتحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره كما هو نص القرآن، إلا بعد وجود خمس شرائط في بعض النسخ، إلا مع وجود خمسة أشياء أي في المدخول بها، أما في غيرها فلا يتوقف على الأول منها. يعني غير المدخول بها مش محتاجة انقضاء العدة لأنها ملاش عدة، يبقى غير المدخول بها يبقى أربع شروط بس، إنما المدخول بها تحتاج أربع شروط، خمس شروط. الشرط الخامس اللي هو انقضاء العدة. وإن طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء ما لم تمسهن فما لكم عليهم عدة تعتدونه، مش كده برضو؟ ما لكش عدة طالما ما دخلتش بالمرأة، واضح؟ الدخول طبعا عند الشافعية هو الوطئ، هو الجماع، والدخول عند الملكية الأحناف هو الخلوة الشرعية، ولو لم يطهر يبقى اسمه دخل. لو دخلوا أوضة وقفلوا على نفسهم وطلعوا عند الأحناف دخل بيه، واخد بالك؟ تبقى تثبت في حقها عدة وتاخد المهر كله، وتاخد ايه؟ المهر كله. انما الشافعية الدخول هو ايه؟ الجماع مش الخلوة. يبقى الدخول بيختلف في المذاهب برضه وينبني عليه احكام. يعني قعدوا في اوضه وقفلوها على نفسهم وهم الشافعية وجات الله وما دخلش بيها، يبقى هياخد نص المهر، ياخد ايه؟ نص المهر، ويسيب لها نص المهر، واضح؟ وما لهاش عدة. عند الأحناف يقول لك لا، ليها المهر كله وليها عدة. فهمتني؟ لأنها لا عدة عليه، وإنما توقف حلها له على التحليل تنفيرا عن الطلاق الثلاث في الحر والثنتين في الرقيق، ويقبل قولها في التحليل بيمينها عند الإمكان وإن ظن كذبها، لكنه يكره له تزوجها حينئذ. هو طلق مراته ثلاث مرات وهي قاعدة في اسكندرية مثلا، وهو ساكن في القاهرة، راح سابها في اسكندرية وجاء القاهرة قاعد يشتغل سنة اتنين، وبعدين رجع اسكندرية تاني، راح قابلها قالت له اسكت مش أنا اتجوزت بعدك والراجل طلقني. فهمت ازاي؟ ليه صدقها؟ ولو كان عارف ان هي كمان كدابة، بس في الحالة دي يكره ان يتزوجها ولا يحرم، يكره ولا يحرم، خدت بالك؟ وفي الحالة دي لو هو مش مصدقها يحلفها عند القاضي، لأن كان زمان مفيش إيه؟ توثيق. دلوقتي طبعا الصور دي مش هتلاقيها، ليه؟ لأن لازم يبقى في توثيق. فهمتني إزاي؟ يقول لها طيب فين صورة إيه الزواج اللي اتجوزتيه وأنا غايب، ونروح للمأذون ونطلع منه صورة ونعرف كل حاجة. عشان كده العلماء بعد كده بعد سنة 23 أو 26 بدأ يوثقوا عقود الزواج، عشان إيه؟ الحركات اللي بتحصل دي كلها. كان زمان راجل باشا مثلا غني مات، تيجي لك واحدة، وكانوا يعملوها في الأفلام زمان، تيجي لك واحدة بتعيط وتقول ده كان متجوزني عشان تخش في الإرث، وتجيب اتنين شهود مديه لكل واحد 2 جنيه ولا 3 جنيه، أيام ما كان الجنيه جنيه بقى، واخد بالك إزاي؟ كان الجنيه قد كده، واخد بالك؟ ويشهدوا إن هو كان متجوز، وتروح بس راح وتاخد التمن في التركة. انما دلوقتي بطلوا بقى الكلام ده كله، ليه؟ قالوا لك نعمل ايه؟ توثيق لعقود الزواج، عشان نثبت انها دي زوجته لازم تجيب ايه؟ وثيقة الزواج. فهمتني ازاي؟ اضطروا العلماء يختاروا كده من النواحي القانونية، ليه؟ عشان حصلت بلاوي كتيرة، وتثبت نسب لعيل وهو مش ابنه،
واخد بالك ازاي، وتجيب اتنين شهود ان هو كان متجوزها، وتخلي العيل اللي هي جايباه من واحد تاني يبقى ابن ده علشان يورثه، وقصص طويله بقى. وكانت تطلع فيها اي افلام زمان ايه بالقصص بالصوره دي، بناء على ان في عوار بسبب ايه؟ ضياع الامانه من قلوب الناس. الناس فسدت، فلما الناس فسدت زادت القيود. الناس لما كانت صالحه خلاص ما فيش بقى قيود، لان البني ادم ما يقبلش على نفسه ولا دينه ويقول حاجه ما حصلتش. لكن الوقت ايه لفساد الناس، طباع الناس، زادت القيود والقوانين عشان تضبط علاقات الناس. فهمت بقى المساله؟ فمش كل صوره تقراها هنا ممكن تلاقيها ليها واقع عندنا في زماننا احنا، لكن كان ليها واقع في زمانهم، كانت ممكن تحصل. وان ظن كذبها لكنه يكره لو تزوجها حينئذ، فان قال هي كاذبه منع من تزوجها الا ان قال تبين لي صدقها. ولو اخبرته بالتحليل ثم رجعت قالت له بعد بقى ايه؟ ما قالت له ده انا اتجوزت والحمد لله طلقني وبعدين خلاص هيتجوزه، قالت له ضحكت عليك انا كنت بهزر، رجعت في كلامها. طيب ثم رجعت فان كان قبل العقد عليها قبل رجوعها، او بعده لم يقبل رجوعها، لان ده يبقى تلاعب منه. لكن لو قبل العقد يقبل رجوعها. واضح؟ قول احدها اي احد الخمس شرائط او الخمسه اشياء انقضاء عدتها منه، اي باقراء او اشهر او حمل، وتصدق فيما عدا الاشهر حيث امكن. ومحل هذا الشرط في المدخول بها، لان غير المدخول بها لا عده عليها، فيشترط فيها ما عدا الاول كما مر. والثاني تزوجها بغيره، ايوه لو عبدا بالغا، بخلاف العبد الايه الصغير، لان سيده لا يجبره على النكاح. واما الصغير الحر فيكفي بشرطه الاتي، وهو كونه يمكن جماعه. يعني ممكن تتجوز الصبي الحر بالشروط اللي قلناها، عن طريق ايه؟ ولايه الاجبار، ويكون ابوه وجده عدول، وانه يكون في مصلحه في زواجه، وانه يكون قادر على الجماع. واضح؟ بهذه الشروط كلها. اذا حصل وجات الله بعد كده الولي، فلها ان ايه؟ تتزوج الزوج ده. وهو كونه يمكن جماعه، لكن لا يطلق الا بعد بلوغه. خد بالك ان الصبي ده بقى ايه؟ لا يطلق الا بعد بلوغه، لان هو صحيح للولي انه ايه؟ يزوجه بولايه الاجبار، لكن لا يطلق الا بعد بلوغه. واخد بالك؟ هنخش بقى في المجلس الحسم، يجي المجلس الحسم يتدخل هنا، ما يقدرش يتصرف في الواد الا لما الواد يبلغ، عشان ما يسيئش التصرف معاه. عشان كده عمل المجلس الحسم برضه ليه؟ بسبب سوء التصرف في اموال اليتامى، ما كانش زمان فيه مجلس حسم. فعملوا المجلس الحسم ده مخصوص ليه؟ عشان يحفظ لليتامى اموالهم، بسبب ان الناس بقت تتلاعب على اموال اليتامى وياكلوها منهم. كما هو معلوم، ويكفي تحليل المجنون بنونين، لكن لا يطلق الا بعد افاقته كما هو معلوم ايضا. وقول تزويجا صحيحا اي لانه تعالى سبحانه وتعالى علق الحل بالنكاح، وهو انما يتناول النكاح الصحيح، وخرج بالتزويج ما لم وطئت بملك اليمين او بالشبهة. يعني لازم تزويج، افرض هو وطئها بملك اليمين، يعني كانت أمة وهي زوجته كانت أمة طلقها ثلاثة، فاشتراها رجل وطئها بملك اليمين، لا تحل له، لازم يكون بتزويج مش بملك اليمين. أو بالشبهة، أو وطئت بشبهة، يعني ظنها زوجته فوطئها وهي ما كانتش زوجته، كانت نايمة بس في فراش زوجته والدنيا ليل أو هو نظره ضعيف أو أي حاجة، اسمه وطئ شبهة. لا يأثم، لكن ينبني عليه لا ينبني عليه أيضا إيه حل إنها ترجع لي. لا لا برضه ما ياخدهاش معايا، لازم بالتزويج. وخرج بالصحيح التزويج الفاسد، كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد انه اذا وطئ طلق، زي ما بتيجي في المسرحيات بتاعت ايه عادل امام ومش عارف ايه، ولازم يتجوزها ويشرطوا عليه ويديله مبلغ، الحاجات اللي هي ايه الواد سيد الشغال، عارفها انت مسرحية دي، وكان بيلعبوا في الأحكام الشرعية بالطريقة دي، وبيظهروها في صورة يعني تظهر عدم حكمة الشرع الشريف عشان الناس تضحك، وده ما يصحش.
انك انت تظهر الشرع الشريف في صورة هزلية كده. لكن على اي حال اديك بتتعلم. وخرج بالصحيح التزويج الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد انه اذا وطئ طلق او فلا نكاح بينهما، او ساعات يشرط عليه يقول له هجوزها لك بس اوعى تدخل بيه، واخد بالك؟ برضو ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، بخلاف ما لو تواطؤوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط. يبقى العقد صحيح مع الحرمة، اتفقوا قبل العقد بس ما خلوش الاتفاق ده في صلب العقد، يبقى العقد صحيح بس مع ايه؟ مع الإثم. والثالث دخوله، وهو مستدرك لأن المدار على الإصابة وهي المرادة بالدخول، فعطفا عليه للتفسير وجعل المحشي الواو بمعنى مع، أي مع إصابتها، وهو ناظر للظاهر. وبالجملة فلا يكفي الدخول المجرد عن الإصابة بأن يولج تصوير للإصابة، لكن إيلاجه اللي هو الإدخال يعني ليس بقيد، بل لو علت عليه وأدخلت هي نفسها حشفته في فرجها كفى، ولو نائما، حتى ولو كان نائما، كما أنه إذا أولج كفى ولو نائما، بل لو كان نائمين وانقلب أحدهم على الآخر ودخل ذكره في فرجها كفى، فلا يشترط قصد منهما، لا يشترط القصد يعني ولا من أحدهما. قول حشفته أي ولو كان عليها حائل، كان لف عليها خرقة، دلوقتي يبقوا لابسين كندوم يبقى اسمه حائل، ولو بلا إنزال. وقوله أو قدرها من مقطوعها فلا يكفي قدرها مع وجودها، كأن يثني ذكره ويدخل قدرها فلا يحصل بالتحليل. الرجل المطاط دي صعبة يعني. قوله بقبل المرأة أي ولو حائضا، بتحصل حاجة اسمها فراكشر بينس، بتجيلنا في الجراحة يعني، البينس لما يتني تانية وهو اللي هو الذكر يعني، لما يتني بعنف وهو منتصب يحصل كسر، بتيجي يعني ويحصل نزيف وشغلانة. شفت أنا ثلاث أربع حالات نادرة يعني، لكنها شفناها بتبقى حالات نادرة، ولما بتحصل وتصلحها بيجيله بعد كده عنها يعني، ما بيعرفش ينتصب تاني، فربنا ينجي. هو هيقعد يلعب كده لحد ما إيه يروح للجراحين بعد كده يبوظوها. قوله بقبل المرأة أي ولو حائضا، يعني إيه؟ ما ينفعش إيه يأتيها في غير القبل. لو جامعها في الحيض، أهو الجماع ده حرام بس حلت لغيره، فهمت إزاي؟ جامعها في القبل أثناء حيضها، جماع حرام لكنه خلاص حلت له لو طلقها، واضح؟ بقبل المرأة أي ولو حائضا أو حتى صائمة أو مظاهرا منها، مع ان جماعه ليها وهو في الزهار حرام يعني ايه، بس طالما تم الجماع يبقى، او معتده عن شبهه طرأت في نكاح المحلل، يعني هو تزوجها وبعدين واحد وطئها وطئ شبهه ظنها زوجته، فالمفروض ان هي تعتد ولا يقربها من وطئ الشبهه عشان يستبرئ الرحم لحسن تكون حملت من الوطئ الشبهه ده. فافرض هو وطئها في ايه؟ في عدة وطئ شبهة، برضه تصح تحل الايه؟ للزوج الأول. كل دي صور يعني نادرة بيحاول يديها لك علشان تفهم الأحكام بصورها المختلفة. أو محرمة بنسك، ويحرم من ضمن محظورات الإحرام الجماع، برضه دي صور كلها لجماع محرم. كل الجماع المحرم ده تحل بعدها لو طلقها بعده، لكن وإن كان هو في ذاته محرم. أو صائما هو نفسه فيصح التحليل وإن كان الوطئ حراما، ويشترط في تحليل البكر الافتضاد، الافتضاد اللي هي إيه يعني؟ غشاء البكار، فلا بد من إزالة البكارة ولو غوراء. غوراء يعني إيه؟ يعني غشاء البكارة بتاعها عميق وإيه ومطاطي، فلدرجة ان في بعض الستات غشاء البكارة ما يتقطعش الا مع الولادة، صدق تحمل وكل حاجة فيها لسه غشاء البكارة لانه مطاطي وغوراء وينقطع. فيبقى لازم ايه في الحالات اللي زي دي برضه يكشف عليها طبيب نساء ويدي تقرير
اذا كانت بكر انها تم فعلا جماعها ولا يوجد غشاء بقار عشان تصح للزوج الاول اللي هو طلقها ثلاثة. فهمت؟ يبقى هنا ممكن نحتاج بقى ايه؟ شهادة الاطباء في مثل هذه الايه القضايا. عشان كده عاملين طبيب شرعي في مثل القضايا المتعلقة بمثل هذه الاشياء. قول ولا بدبرها، فان جامعها في الدبر حرام ولا تحل للاخر. واخد بالك؟ اي فلا يحصل به التحليل كما يحصل به التحصين. كما لا يحصل به التحصين، يعني تبقى ايه؟ الحصانة في 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 حد الزنا. انت عارف الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام، عند الشافعية يغرب عام كمان مع الجلد 100. طيب لو كان محصن الرجم، طب افرض هو تزوج امرأة فجامعها زوجها من الدبر ثم زنت، ما تبقاش محصنة، تبقى بكر، تاخد حد البكر. فهمتني؟ يبقى لا يتم به الإحصان كما لا يحصل به التحصين. وقد نظم بعضهم المسائل التي يفرق فيها بين القبل والدبر بقول الدبر مثل القبل في الإتيان، يعني في الإتيان من حيث وجوب غسل الجنابة لا الحل، لكن مختلف عنه أن الإتيان في القبل حلال وفي الدبر حرام. والتحليل ولا تتحلل للزوج، اللي دي الحاجات اللي بيختلف فيها. والإحصان ولا يحصل إحصان. وفيئة الإيلاء، يعني لو حلف ألا يقربها ثم أتاها في الدبر لا تعتبر فيئة. واضح؟ ونفي العنة، العنة أو العنة اللي هو عدم قدرة إيه؟ الانتصاب. يعني لو هي أتاها في الدبر ولكن بتدعي عليه إن هو عنين، يعني لا ينتصب له ذكر عند القاضي، فإتيان لها في الدبر لا ينفي عنته. واضح؟ والإذن نطق، وكذلك لو أذنت له بالنطق إنه يأتيها في الدبر يحرم برضه، ما تحلش. وافتراش القنة، ولو أتى ملك اليمين في الدبر لا تعتبر مفترشة له. واضح؟ كل دي أحكام مختلفة. ومدة الزفاف، يعني لو أتاها في الدبر في وقت الزفاف لا يعتبر دخل به، فلا يثبت لها المهر كله. كل دي أحكام تاخد بالك منها. كل دي على فكرة في تفاصيل مذهب الشافعية، تختلف في مذهب أخرى. واختيار رد بعيب بعد وطء الشاري. اشترى أمة وبعدين بعد ما وطئها في الدبر وجد انها برصاء، هي برص، فعايز يردها بالايه؟ بالعيب. فلو اتاها في الدبر لا يسقط الاختيار، لكن لو اتاها في القبل سقط الاختيار. واضح؟ اختيار الرد بالعيب. تصدق في الحيض، نفي الرجم تصدق في الحيض، يعني او تصدق في الحيض يعني اتيانها في الدبر حرام حتى ولو كانت حائضة، ما يعذرش بقى، مش نعذره بقى علشان هو مش قادر يأتيها في الحيض في القبل نقول معلش برضو حرام. تصدق في الحيض نفي الرجم إذا زنى المفعول فافهم نظمي، لأن هي لا يثبت بها الإحصان بشرط الانتشار في الذكر، أي بالفعل لا بالقوة على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين، وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب والبيان وغيرهم. فما قيل أن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد مردود، وقال الزركشي وليس لنا نكاح يتوقف على الانتشار إلا هذا، ويكفي الانتشار الضعيف وإن استعان بأسبوع أو أسبوع ولو خصيا، فإذا لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيرهما لم يصح التحليل، حتى لو أدخل السليم ذكره بأسبوع من غير انتشار لم يحصل التحليل. وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا، أي لا يمكن جماعه، ولو أدخلت حشفته فرجها وفارقت الطفل الطفلة
بأن القصد التنفير وهو حاصل في الطفل دون الطفل. والرابع بينونتها منه، أي إما بالطلاق الثلاث أو بخلع أو بانقضاء العدة في الطلاق الرابع. والخامس انقضاء عدتها منه، أي لاستبراء رحمها من وطئ، فإنه يحتمل علقها منه وإن لم ينزل لاحتمال سبق المني ولم يشعر به. فإذا أخيرا هنقرأ عشان نبقى خلصنا موضوع الرجعة، ونقف على أحكام الإيلاء. المعاشرة، معاشرة الأزواج كالرجعية في ستة أحكام. المعاشرة، معاشرة الأزواج لها صورتين، إما أن تكون مخطوفة مغصوبة وبيعاشرها معاشرة الأزواج، أو يكون طلقها زوجها وراجعها بالفعل دون القول. عند الشافعية اسمها معاشرة، معاشرة الزوجة دون الرجعية، لأن عندنا الفعل لا يسمى رجعة، واخد بالك؟ وإحنا هنا الكلام ده في الصورة الثانية اللي هي المعاشرة، معاشرة الأزواج حكمها حكم الرجعية. يعني واحد طلق امرأته وفي فترة عدتها عاشرها معاشرة الأزواج، في قول ضعيف عند الشافعية أن هذه رجوع، وهذا رجوع عند الأحناف، لأن الأحناف يعتبروا الرجوع بالفعل ولا يشترطوا القول. الشافعية في الرجع عندهم لابد من القول، واضح؟ فهي دي الصورة دي بقى. المعاشرة، معاشرة الأزواج كالرجعية في ستة أحكام، لحق الطلاق لها ووجوب سكناها وأنه لا يحد بوطئها، وليس له تزوج من يحرم جمعها معها، ولا تزوج أربع سواها، ولا يصح العقد عليها حال المعاشرة. واضح؟ كل دي أحكام متعلقة بي. وكالبائن في تسعة أحكام، أنه لا يصح رجعتها، لأن هو رجعتها لا تصح إلا باللفظ، ولا توارث بينهما، ولا توارث بينهما لأنها ما بقتش زوجته. لو في فترة العدة يبقى في توارث، يبقى هنا لا توارث بينهما إن كانت معاشرة مغصوبة في الصورة الثانية، واخد بالك؟ ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة لا ولا كسوة، وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة لأنه ليس زوجا له. والمقصود هنا زوجها لو عاشرها معاشرة الأزواج وانقضت عدتها وماتت أو مات هو، لا توارث بينهم ولا تنتقل هي لعدة الوفاة الزوج. يعني فضل يعاشرها معاشرة الأزواج لما مر عليها ثلاث أطهار فانقضت عدتها ومستمرين على هذا، عند الشافعية لسه ما ردهاش وبانت منهم. فهمتني ازاي؟ والمعاشرة دي مش هينبني عليها ان هي لو مات يتوارثوا، ولا ينبني عليها انه لو مات تنتقل لعدة الوفاة لانه ليس زوجا لها. فهمت بقى؟ كل ده على الوجه اللي بيقول ان الرجعة لا تصح الا بالقول، وده المعتمد في المذهب عندنا، لكن ليس على كل المذاهب، في مذاهب تانية بتصحح الصور دي. واضح؟ وانها مراته ما فيهاش اشكال لانه هو عاد اليها بالفعل. واضح؟ فهمت المسألة؟ عشان تميز بين المذاهب يعني. وان كان الشافعية عندهم وجه ضعيف انها زوجته ورجعها بالفعل، دي وجه ضعيف في المذهب برضه. ولا تنتقل لعدة الوفاة ولا يصح الخلع منها، بمعنى انه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا عوض، ولذا قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحق الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على أحكام الإيلاء. معظم الصور دي كلها صور ما لهاش واقع في حياتنا الآن. أيوة. خلاف ما نتوقعه على هذا قبل العقد ثم عقد وغيره. خلاص يبقى العقد صحيح. لكن لا تحل له حتى يدخل به. لكن العقد صحيح ما يبقاش عقد فاسد. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم.